أحسن الله إليكم. هذا يقول أنني أعاني من التحرز من خروج البول ومن سلس البول، فما قضيتي مع الصلاة وماذا يلزمني يا شيخ صالح؟ أولا، إن كان هذا من باب الوسواس ومن عمل الشيطان معك ليشوش عليك، استعذ بالله من الشيطان ولا تلتفت للوسواس. أما إذا كان واقعا فإنك تراجع الطبيب لعله أن يجد لك علاجا شافيا بإذن الله. وإذا استعصى هذا الشيء عليك واستمر فإنك تكون من أصحاب الحدث الدائم، تستنجي عند الصلاة، عندما تريد الصلاة تستنجي، تغسل ذكرك، تضع عليه شيئا يمنع التسرب، ثم تتوضأ وتصلي في الحال، هكذا تعمل. نعم.